اليوم احنا متواجدين كبري الحكومي انفاذا لامر سيد جلالة الملك المعظم بالاهتمام بالمباني بالمدن التراثيه في مملكه البحرين وهويتها العمرانيه وتنفيذ لتوجيهات سيد سمو العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء بتنفيذ مشروع تطوير المحرر اللي اليوم نشوف حقيقه يعني بدايه تنفيذ هذا المشروع من خلال العدد من النماذج اللي تم تدشينها من البيوت الأثرية. اليوم وزارة الإعلام لها دور رئيسي في إبراز هذه الجهود. طبعا هاي الجولة بحد ذاتها هي بالحقيقة أحد هذه المبادرات لتعريف الناس بتفاصيل هذا المشروع بالأهمية هذا المشروع بالنسبة حق الإرث الوطني لمملكة البحرين و يعني إيصال الصورة للمواطن بشأن الفرص اللي ستتاح من خلال هذا المشروع، سواء كان فرص سكنية لعودة العوائل البحرينية لهذه البرجان أو فرص تجارية وفرص انتعاش اقتصادي وانتعاش عقاري في هذه المنطقة. نشوفها حتى من خلال الموقع اللي احنا في حاليا اللي تميز باستثمارات من القطاع الخاص في هذه المدينة اللي أصبحت حقيقة جاذبة للاستثمارات والاقتصاد السياحي. وبالإضافة إلى ذلك فوق اللي موجود إن شاء الله بيصير في تطويرات كبيرة لهذه المدينة بتزيد أيضا من قيمتها الإبداعية وبتضيف أيضا طابع إن شاء الله بإذن الله يعني متجدد لها من خلال توحيد المعايير العمرانية لها وأيضا تكثيف المناطق اللي تعزز من جودة الحياة مثل الساحات العامة، المراكز الثقافية، الأسواق التراثية وغيرها من المبادرات.